الليمون بيس الليمون. ما فينا ننزل على طرابلس وما ناكل بوزه. اقولك بالشتوي بيضل فاتح يا هادي؟ لك يخرب بيته مع طيبه. هي لطيف. ما بنعرف اذا عم ندعي عليه ولا عم ندعي له. يخرب بيته مع طيبه. عن جد طيب. هي. كثير طيب. طيب ورخيص. لكو قدام اليوم فستق ولوز وكاجو. هلا غير محلات بيحطوا بس فستق بيحسبوا هذا لحوله $5. قلت له بدي اياه على كيف كيفك. ايه. طلعوا بكيفه اثنين تمام 360,000. يعني $4. $4 اثنيناتهم. نفس البوزه شايفين اللي بايدي هيدي نفس اللي بايدي انا. غير ها. الوحدة بخمسة أربعة خمسة دولار. بدي ما شاء الله فرجينا البقدونسات الباقة قد ايه قد الباقة بالأول؟ هيدي الباقة اسم الله هولي هلا أوصل هذا بلا زنخة شكل الجرد ما شاء الله عن جد يعني ليكوا البياعين بيقولوا لنا بلا زنخة لأنه أحيانا بيجي البقدونس الله العليم مسقي بأي مي فبيجي هيك طعمته مزنخة ريحته مزنخة ما شاء الله هذا مسقي مي صحة ما هيك لها فرد مرة مش لهالدرجة أوفرناها كتير لا 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 بس ليكوا الباقة حبايب قلبي وبقللوه هون بمية زنخة هذا خيو لعلي علي اللي من أدلب اللي هون بطرابلس يلا الله يرزقكم يا رب تستحق التبولة ما شاء الله ليكوا هاي الكزبرة كمان بسم الله ما شاء الله هناخد نعنع كمان تبولي يعني نعنع الله يبارك بشهو القلب يخز العين ريحة النعنع شوفوا حبايب قلبي أنا ما بعرف ليش هيك بس شم ريحة النعنع بذكرني بالورق عنب دغري لأنه هون بطرابلس حد الورق عنب يعني نعنع سبحان الله ريحتها غير شكل بسم الله وما شاء الله ليكو هالخسة هاي ما شاء الله غير شكل ما يكون فيها هيدا الحشرة المن ما شاء الله هيدي طلعت لك حظك حلو قلبين ما شاء الله ما شاء الله قلبة. الله يبارك لمين متردد ليكل بقى لي يخز العين ما شاء الله الله يبارك بدها فطير في ناس بتقلها فرفحين فطير فرفحين او فطير بقلي نزل هادي هون على شغله ورح كمل سواقة السيارة أنا وجيب شوية أغراض وبعدها رح نطلع سوا على البيت يا لطيف قديش شوب اليوم شكل فاكتبوا لي كيف الطقس عندكم مع انه ما لازم احكي انا وعم سوق بس يلا انا مركزه على الطريق وصلنا على الاشاره شو بدهم هالشوبات بدهم طلعه على الجبل او شي نزله على البحر طرابلس لانه قريبه على البحر هي على البحر اصلا فبتحسوا بالصيفيه الرطوبه قويه عبقه عبقه بتكون يعني الله يرحمنا برحمته والله بلاقيسي ما بينعش ما بعرف ليه هالقد في عالم على الطريق كأنه عبكرة عيد هون صحيح بنوقف على الإشارة بس ما في إشارة ننطر الشرطة شو بيقلنا قربوا ولا لا تقربوا تعال افرجيكم كيف ماشي الامور قدام شو لايك شفتوا انا شو ناطره يا ويلي عليكي يا لولو يا ليلوشه سكري سكري هلا بيعملوا لنا ظبط وصلنا لساحه النور هي اهم ساحه بطرابلس بعتقد
شفتوا الست كم شغلة فيها تعمل، ولسه بيستقلوا بقدرات النساء، فيها تسوق وتصور، وإذا في حدا ببيت سكتوا، وإذا إجاها اتصال ترد، إذا ولادها معه وجاعوا تعمل لهم سندويشات، كله بنفس الوقت. فعن جد الست فيها تعمل كذا شغلة بنفس الوقت. وصقوا بحولكم يا ستات، كون ثقتكم بنفسكم مية مية. تعوا معي حبيب قلبي شوفوا أنا شو عملت هون. شايفين هالدكة الحلوة هاي اللي كلها على بعضها الفينتج؟ فضيت محل هنيك للحلوة اللي بدها تقعد محلها مكانة القهوة. فتعالوا نفتحها مع بعض. بسم الله. شو رأيكم نبلش بالطناجر بالأول ولا بالمكانة القهوة؟ خنبلش بالطناجر، متحمسة شوفوا. يلا شوفوا الألوان، حدا يقول لي هالألوان قد ايه حلوين. كتير حلوين. أنا بعرف هاي فقرة كتار بيعشقها مثلي. أنا كتير بحب شوف فقرة المشتريات، يعني لما بشوف غيري جايب مشتريات عم بفرجينا إياهن صدقوني بحس كأنهم جايين لإلي. بعتقد هيك الكاميرا أحسن. عليت لكم الكاميرا شوي حتى تبين. شفتوا كيف مغلفينه مشان ما ينجرح الغبن؟ منيحة. بسم الله. هي اسمها، هي جاية قلبها من جوا جرانيت. كتير شكلها حلو. شو رأيكم؟ شو هي هون؟ شغلة بتروح بعتقد تنمسح. قولوا لي رأيكم، مين ما بيحب هيك اشياء مهضومة؟ هاي أول كرتونة وجاي معها طبعا الكتالوج. شوية معلومات على الكرتون. You want to live in the life you want to live in. تمام. إذا حابين تشوفوا المعلومات اللي هون تمام. هاي أول كرتون. طبعا حجم هاي الطنجرة الذهبية 24 سنتيمتر كقطر. شايفين هاي الصفرة نفس الحجم، أنا جبتهم اتنيناتهم. لا لا اللون حكاية، اللون حكاية. شايفين مسكة الطناجر؟ المسكة ما بتنشل. لا ما بتنشل. ليكم ربطة ببراغي خلي كل لون. هاي تاني طنجرة الزهر والأصفر كتير حلوين. إجا وقت الجهاز اللي كتير مبسوطة ليك. على فكرة نفس الماركة ها، هي والطناجر نفس الماركة حبيب قلبي. هيدا عبد عند الأوتلت سيد عم يجيب غراض كتير حلوين، يعني من الأول أنا كتير مبسوطة بغراضه، بس كل ما بروح لعنده بقول يا الله ما بدي شي، برجع بلاقيه جايب أشياء يعني بضعف أنا قدامه. خاصة هاي المكنة أنا من زمان جاي عبالي جيبها، بس كنت أقول عمى هالو مش وقتها وما بعرف شو، بس لما لقيتها هيك فينتج ما قررت أبدا. في نسحبه من هذا الكيس. بسم الله. انا حسحبه كذا ليكو، ححط الكرتوني على الارض واسحبها هيك لانه هاي الطريقه كثير صعبه علي.
هلا بعد شوي حفرجيكم على الكرتونة والمعلومات اللي مكتوبة عليها. شو رأيكم؟ يا سلام. وهول الأشياء مكياج وبامب، والأحلى من هيك إنه الفيشي تاعها من نفس اللون. قدي حلوين، لا عن جد قدي حلوين. حدا يقلي قدي شكله حلو. والحمد لله عبد عند الاوتلت سيد دايما لما بيقول لي هاي الشغله مرتبه معناتها مرتبه، يعني الحمد لله ما بيغش ابدا. فبتسالوني دايما على محله ليلى، وين محله؟ محله بظهر العين بالقرب من سوبر ماركت الهوز. انا كتير مبسوطه بالغراض، كتير كتير يعني عن جد، وكنت بحاجتهم. يعني هذا لقياسه من الطناجر اني اعمل فيها مثلا كميه قليله من الرز، او مثلا اعمل شوربة او مهلبية هيك على السريع، 4 كيسات صغار 5 كيسات صغار، فكتير يعني كنت بحاجتهم. وطبعا هي المكنة اضافة لجمالها، لا انا كنت بحاجتها. انا هلا شو حاعمل؟ رح حطها محلها بهاي الدكة البيضة يلي حد الغاز، يلي بين الغاز والبراد، ونشوف شكلها الحلو كيف حيطلع. بسم الله بتفوت. ايوه، وفي من هون محل الفيش، هي الدكه من هون مفرغه. شوفوا لي الجمال، حدا يقول لي شو هالجمال. لما كنت عم خيركم بالالوان حبايب قلبي كتار كتبوا لي يا ليلى جيبي اللون الاحمر، ما انا كنت حبيبته للون الاحمر، بس لانه الميزان عندي يا لونه احمر، فحسيت احمر مع احمر ما حيبين جماله، فحسيت هيك جماله احسن بكتير. شو رايكم؟ هيك لون التركواز مع اللون الاحمر البوردو، قريب على البوردو. يا سلام. وهديك لوحه الخشب هيك وراهم، قولوا لي شو رايكم، حلو ولا لا؟ كتير عجبني، كتير مبسوطه فيهم. وان شاء الله الايام الجايه حنجربها مع بعض وحنشرب قهوتنا مع بعض باذن الله. ان شاء الله يا رب الامن والامان، ما بدنا غير هيك، الصحه والامن والامان، امين رب العالمين. صحيح حبيب قلبي نسيت لكم انه هذا الراس جاي معه راس تاني، راس لشخصين. هذا الراس جاي لشخصين وجاي لشخص. حطيت بالطنجرة هون قمح، هذا القمح يلي مرة حضرتوه بالضيعة كنا عاملين المسلوقة، ذكرين القمح بقشره، فبيجي القمح بهذا الشكل حبايب قلبي، قمح بقشره كتير طيب، والمي تاعه كتير مفيد للعظم مثل ما بيقولوا بالضيعة. فحأتركه يستوي، رح غطي تحته، وبده شوية وقت يعني بياخد وقت منيح. ورح تسألوا شو عاملة هون بالطنجرة، تعالوا فرجيكم شو عاملة. فرمت شوية بندورة، بدي أعملهم بندورة بالقطرميزات. رح أجيب قطرميز من غرفة الخزين وفرجيكم كيف جبت هذا القطرميز. ذكرين لما كمان كنا نعمل البندورة نغليها، نحط البندورة نقطعها من بعد ما نغسلها طبعا، ومن بعد ما نحطها بالطنجرة نحطها على النار، هي البندورة لحالها سبحان الله بتطلع مي، فبتصير تغلي. بعد ما تغلي وتستوي بنضربها بالهاند ميكسر وبنتركها تغلي، هي بقشرها بالبزر بكل شيء. وبعدين بحطها بالقطرميزات بهذا الشكل، وبحطها بغرفة الخزين بدون براد بدون أي شيء، بتضل عندي سنة وسنتين ما بيصير عليها شيء.
فصحلي شويه بندوره من السوق طبعا، يعني اشتريناه هون، صحلي اياهم سعرهم رخيص كان. هذا صوت الانفرتر عنا ما تعتلو هم. فالست البيت المدبره بدها تدبر امور بيتها بهيك قصص، وخاصه بالزمن يلي نحن فيه. البندوره بس تكون رخيصه منجيبها بنعملها بهي الطريقه، بنحتفظ فيها على مدار السنه كامله. فهون من بعد ما غليت وضربتها بالهاند ميكسر، شوفوا القوام كيف. هلا بدي اتركها تغلي مظبوط وبحط لها ملح. الملح اللي انا بحطه ملح الخشن. كميه الملح لكم مظبوط، لانه ما رح فيني لكم كل كيلو قد ايه بده ملح. كيف بنملح الطبخه العاديه؟ كيف لما بنملح طبختنا؟ نفس الشيء بس اكثر بنكزه، يعني بده يكون ملح ظاهر، يعني حدا يدوق يقول مالح. ف وقت اللي بدنا نضيفه على الاكل اللي بدنا نطبخه، ان كان باميه او مسقعه او اي اكل بدها بندوره مفرومه، ما بضيف للطبخه ملح ابدا، لانه هي البندوره بتكون مالحه، بتملح لي الاكله بدون ما ملح. حاتركها تغلي وبعدين بحطها بالقطراميزات. بس شو بحكي لكم اولادي، ناطرين هيديك الاكل مناطره، القمح المسلوق مع رشه سكر، يا سلام. والطنجره هون بدي اعمل فيها الرز بحليب. جبت حليب غنم طبيعي 100% فريش، رح اغليهم بالطنجره واعملهم رز بحليب. ما شاء الله سبحان الله كيف حليب الغنم بيجي سميك، بيجي قوامه سميك. بحب انا اضيف ملح الهيمالايا، مثل ما قلت لكم تكون املح من الطبخه العاديه. يا الله ما احلى شغل المونه، بضل بتحسوا بضل في بالبيت بركه. كيف ما ضربتوا ايدكم بتلاقوا شيء تعملوه. مثل ما ذكرت حبايب قلبي، القشر والبزر بقلبه، فيكم تصفوا فيكم تتركوه، انا بتركوه. بحسوا مع اكلات برب البندوره او بدبس البندوره بيطلع كتير طيب، ان كان محاشي، باميه، مسقعه، بتعرفوا كل الاكلات يلي فيها دبس البندوره. يلا بس يغلو منيح مباشره هني وسخنين بعبيهم بالقطراميزات. هذا هو القمح يلي بيكون خاص للمسلوقه. ضيعانه القطراميز قرب يخلص، لازم ارجع اجيب. شايفين صار القطرميز على نهايته، كتير منحبه نحنا على مدار السنة. أنا بسلق للبيت ما شاء الله، بلش يغلي بقوة ويطقش، فمباشرة أنا رح أعبيهم بالقطرميزات. مجهزة عندي قطرميزات معقمتهم، ويكون الغطاء محكم الإغلاق، ضروري جدا الغطاء يكون محكم الإغلاق حبيب قلبي حتى يضاين عنا. إذا الغطاء ما بيسكر منيح شغلنا كله بيروح على الفاضي. فيلا سمي بسم الله منبلش نعبي. بسم الله منحركهم. بس يغلي البندورة يا لطيف شو بيعمل بالفرن، بيتل الفرن كله، الغطاء الغاز، فمباشرة منطفي منحرك ومنعبي. بلشت اعبيهم كلهم بقطراميزات بهذا القياس تاع الكيلو، مشان كل قطراميز او قطراميزين يكونوا طبخه، مش قطراميزات صغار افتحت 3 4. فهذا القياس كتير مناسب لإلي. شوفوا شو عملت البندوره اللي ضلت، كتر ما ريحتها بتشهي القلب. حطيت عليها زيت زيتون، هلا بدي افقش عليها كم بيضه يصيروا جوز مز. يلا بسم الله، الله يبارك. طبعا ما بحط ملح لانه البندوره فيها ملح. اول نار تحت، هذا اطيب جوز موز. وبالطنجره الله، هلا بده رغيف مرقوق غير شكل، بس طبعا بدنا نسويه على الاخر، نضلنا نحركهم ليستوى على الاخر. كان فيني انقلهم على المقليه بس خلص صايره وصايره، انا فارد مره بالطنجره. ليكو ليكو هالبويلين يلي عملوه، عملته القمح. شو بتسموا، بويلين ولا بالونات؟ سبحان الله كانه صابون. قد ايه شكله حلو،
وألوانه حلوة. يلا قربوا بدهم يستووا. هول هني مجموع الأطرميزات اللي طلعوا عندي ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أطرميزات تاع الكيلو. بعد ما بردوا غسلتهم ورجعتهم هيك واقفين، هلا بدي نشفهم وصفصفهم بغرفة الخزين. برجع بذكر أهم شي يكون الغطاء محكم حتى يضاين عنا سنة وأكثر من سنة بإذن الله بدون برد. شوفوا ما شاء الله، حبي فرجيكم القشطة تاع الغنم قدي سميكة. ليكو ليكو لا قوة إلا بالله. وبعده الحليب فينا نقول إنه ساخن، لسه ما برد على الآخر ما شاء الله. طبعا أنا بترك القشطة فيه مشان يعطيه غنيوي للحليب. هلا من بعد ما أرجع دفي، لأن كنت طافية تحته، من بعد ما أرجع أغليه رح يدوب القشطة كمان عن رجعه جديد بقلبه. على فكرة كنت حبي أعمله رز بحليب على أساس الولاد جاي عبالهم، أم قالوا لي لا جاي عبالنا كاستر، فغيرنا رأينا رح نقلبه على الكاستر. عيرتهم بهي الطنجرة طلعوا 9 كبايات ما شاء الله، فأنا كل كباية حليب بحط له ملعقة طعام مليانة جبل من الكاستر. يكون الحليب منه مغلي؟ لا، أنا مثل ما قلت لكم كنت طافية تحته، يعني فينا نقول فتر. هذا هو الكاستر للي بيسألني عنه. بعتقد أهلنا بالمغرب بيسموه فاني، بعتقد، ما بعرف، صححوا لي بالكومنتات. حطيت 9 ملاعق طعام من الكاستر، وبدي أحط سكر لكل كوب ملعقة طعام سكر أو حسب الرغبة، يعني السكر حسب أنتوا قد ايه بتحبوا. شفتوا كيف مباشرة صار لون الحليب أصفر؟ بسم الله. ومنحرك مثل المهلبية. كيف طريقة صنع المهلبية؟ أو اللهم صل على النبي الهيطلية، نفس الشيء، يعني مثل النشا. الكاسترد بيجي قوامه مثل النشا، بس سبحان الله يعني له نكهة وله لون لذيذين جدا، الصغار بيحبوا والكبار. وأنا طفيت تحت المسلوقة، استوت. جهزت الكاسات اللي بدي أسكب فيهم، وشايفين القوام، يا سلام. يعني هاي من التحليات يلي بتذكرنا بالطفولة، ذكريات الطفولة. حتى هيديك القمحية كمان ذكريات الطفولة. حأسكب الباقيين بهيك كاسات. يا الله شو بحب هول الكاسات، درجوا آخر فترة كتير بحب شكلهم، بحب أحزره. شو أكتر شيء بحب؟ أكل الباستا فيهم، المعكرونة كتير تحسوا شكلها لذيذ. أنتم مثلي أنه بتحسوا نوعية الصحن أو نوعية الكباية بيأثر على طعم الأكل أو على طعم القهوة ولا لا؟ يعني حسب نوعية نوع الفنجان بحس القهوة طيبة ولا لا. إذا كنتوا مثلي اكتبوا لي بالكومنتات. مشان تكمل ذكريات الطفولة.